إلى ذلك استشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ووسط خان يونس جنوب وسط قطاع غزة، في حين أصيب آخرون في القصف في العدوان المتواصل لليوم العاشر بعد 300 يوم. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية برجين في شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بالتزامن مع قصف بلدات القرارة والزنة وبني سهيلة. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف صوب منطقة ميناء الصيادين وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 39,790 فلسطينيا وإصابة أكثر من 92,000، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.